فصل خريفي الرياح حل على البرلمان الذاهب باتجاه التعطيل بموجب العطلة التشريعية. من جيوبه استخرج أوراقا تحمل أسماء وزراء، كاد الاستجواب أن يلوحهم، لكنه انحرف في آخر مسارات سيره. بتعديل الخط المرسوم استذكروا فصلا قادما يحيي آمال استجواباتهم وأعمالهم تشريعا، فحملوه كمية مهام قد تنجز أو لا تنجز، لا أحد بإمكانه الجزم. لدينا كثير من الملفات جاهزة، لكن لضيق الوقت في هذا الفصل لم نستطع أن نطرحها على مجلس النواب. سنكون إن شاء الله في السنة التشريعية الثانية نطرح كثير من المفاصل، وهي استجوابات وأسئلة برلمانية واستدعاءات لوزراء ولهيئات خاصة ولمدراء عامين. عن حكومة تطالعها عيون الموالين والمعارضين يحدث البرلمان نفسه، راغبا في تطبيق حد سلطته على رقاب وزراء رموا بالإخفاق حينا والتلكؤ في الإنجاز حينا آخر. أسباب كانت كافية لإسقاط من قبلهم تولى، تشرئب أعناق اللجان نحو سنة قادمة يقول البرلمان أنه استعد لها، معطيا ما له من إذن يمتلكه إلى من فيه من نواب، بنية انتقال من تشريع قوانين إلى استجواب وزراء، وذاك دأبه. اللجنة تعمل بجهد استثنائي وهناك عمل دؤوب من أجل تشخيص الخلل وخاصة ما يتعلق بالمشاريع المتلكية. نعتقد التحدي الأكبر والتحدي الأهم هو تحدي الخدمات، لأن الخدمات تمثل الآن هي الرؤية التي يتطلع إليها أبناء شعبنا من أقصى من الشمال إلى الجنوب. بفرز نقطوي يحدد المجلس وزراء منهم من استحق الاستجواب عن الذي لا زال على الحافة بعيدا عنه بقليل. ركوب رحلة السفر إلى عالم الرقابة التشريعية قد يسحب ضوضاء النقاش من مجلس الوزراء في جلساته الاعتيادية ويعيد إليه خلوا هادئا قاتما كما كانت الكرة بدون الوزراء الأمنيين، ويشكل المشهد مرة أخرى بأضلاع استجواب، هذه المرة ليس تمنع سياسي عن أحدهم من أجل وزارة أو اثنتين. صيف العراق ومشكلاته رفعت عن المدثر غطاءه، وتلك كافية لاستقدامه، وهذه المرة ليس لمنحه الثقة إنما لسحبها عنه. سرمد فاضل رشيد.